Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi al-Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata Aynina Sayyidina wa Mawlana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi. Syai'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة السماء أمرهم على مكتوب الله بسارة سبحان الله بسارة وإلى حضرة السماء أمرهم على مكتوب الله بسارة وإلى حضرة السماء أمرهم على مكتوب الله بسارة وإلى حضرة السماء أمرهم على مكتوب الله بسارة كريم السماء أمر بارك الله وإلى حضرة السماء أمرهم على مكتوب الله بسارة وإلى حضرة السماء أمرهم على مكتوب berikan kesehatan lahir dan batin, beri rezeki yang kata itu dan ekstrem. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bahaya, dari bencana, dari bala. Berikanlah ya Allah, Bismillah, semoga nabi. Syaunilah al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خيرنا وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميلة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل الموازين وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرة والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من حس في الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين مصيرنا ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنة ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. 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 اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.